السلام عليكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وللأسف هنتكلم عن آخر حصوة هتكلم فيها النهاردة، اللي هي السيستاين ستون أو سيستين ستون، بس الصح اللي أنا قريته سيستاين ستون. طيب، احنا اتكلمنا في 4 حصوات في الفيديوهات اللي فاتوا، وهم الكالسيوم أوكسالات والاستروفيت والكالسيوم فوسفيت واليوريك أسيد. هتلاقي معظم الحصوات في حاجات فيهم مشتركة، والنهاردة برضو هنكمل الحاجات المشتركة بينهم. السيستاين ستون ده شكلها شكل هكساجونال شيب. بيقولك ان دي بقى الحصوة بتاعت الاعمار الصغيرة، ممكن تيجي في كلب عمره 3 شهور، وممكن تيجي في قطة عمرها 4 شهور، يعني حصوة غير متوقعة بالمرة في عمر صغير جدا. طيب هنتكلم في ايه في الحاجات اللي بنتكلم فيها كل مره؟ الديفينيشن، الباثوفيسيولوجي، كلينيكال ساينس اللي احنا تقريبا اتكلمنا فيه كتير فمش هنتكلم فيه تاني، الدايجنوزس والتريتمنت. اول حاجه الديفينيشن، هي حصوه بتتكون من السيستاين في اليورينري تراكت، وبيحصل معاها حاجه اسمها السيستاين يوريا. طيب كده عندي سؤالين هيجوا في دماغي، ايه هو السيستاين اصلا وايه هو السيستاين يوريا؟ اولا السيستاين هو اوكسيداتيف derivative من امينو اسيد اسمه السيستاين. طيب السيستاين ده موجود فين، او السيستين ده موجود فين؟ ده موجود في الاكل عادي وجسمنا كان بيكونه. اللي على الشمال ده هو السيستاين، واللي على اليمين ده هو السيستين. هو المفروض السيستين هو سيستاين مرتين في بينهم سلفر بريدج، تمام؟ مش هنتكلم ازاي يتكون من كتير يعني. ده كده السيستاين. ايه بقى هو السيستاينوريا؟ بيقولك ان هو inherited metabolic disorder، يعني disorder او مشكلة وراثية. اتسمت بالاسم ده نتيجة ان الامينو اسيد اللي هو اسمه السيستاين كتير في اليورين، بس مش هو لوحده اللي بيبقى كتير في الحالة دي. الحالة دي بيبقى فيها كتير مع السيستاين حاجة اسمها الأورنيسين واللايسين والأرجينين. لو جمعنا كل حرف من التلاتة دول او من الاربعة دول هيطلعوا ال C وال O وال L وال A، هيطلعوا الكولا. عشان كده دايما بيرمزوا للسيستاينوريا بالكولا، والكولا زي ما احنا شايفين على الشمال كده، بس احنا ايه يا شباب مقاطعينها وعارفين ايه السبب. نيجي بقى للباثوفيسيولوجي، عشان اي حصوه تتكون هنقول الكلام ده للمره الخامسه. احنا محتاجين 3 حاجات: اليورينري سولفنتس تقل اللي هو الميه او الفلويد، فبالتالي يحصل سوبر ساتوريشن للاملاح دي، وبعد كده يحصلها بيرسبتيشن، وبعد كده تتكون الحصوه، ويكون عندي اليورينري سوليوتس كتير زي الكالسيوم زي الاوكساليت زي اليوريك اسيد، والنهارده السيستاين معانا، ويكون عندي ستون انهيبيتورز فيهم مشكله اللي هم البي اتش والستريت اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. يبقى عشان الحصوه تتكون نفس الـ3 حاجات اللي احنا قلناهم، يحصل ديكريز في اليورينري سولفنتس، يحصل ديكريز في الستون انهيبيتورز، يحصل انكريز في اليورينري سوليوتس، وبالتالي يحصل ستون فورميشن. وخلاص اتكلمنا في اليورينري سولفنتس، خلاص القصه بتاعت الديهايدريشن دي كلنا عارفينها، وهو ايه الملح اللي هيزيد او السوليوتس اللي هيزيد؟ هو السيستاين في اليورين. طيب الطبيعي ان السيستاين بيحصل له فلتريشن في الكيدني، وبيعاد امتصاصه، وبيحصل له ري ابزوربشن في البروكسيمال تيوبولز بتاعت النفرونز. حلو. طيب ايه بقى المشكله؟ يعني لما ده يكون ده طبيعي ان البول او اليورين فيه سيستين، السيستاين ده بعد كده بيحصل له ري ابزوربشن ويرجع للدم زي الصوره احنا شايفينها، فما فيش اي مشكله. امينو اسيد بيرجع للدم. المشكله بتحصل ايه؟ نتيجه خلل مناعي جينيتك ديس اوردر، خلى البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز دي مش قادره تعمل ري ابزوربشن للسيستاين، فبالتالي مش هيرجع للدم. مش هتعمل الكلام ده مع السيستاين لوحده، هتعمل مع الكولا اللي احنا قلناها، هما السيستاين والأورنيسين واللايسين والأرجينين، هما الأربعة مش هيرجعوا، بس اللي هيعمل مشكلة فيهم هو ايه؟ السيستاين. طب ايه هو الجين اللي عمل الديسوردر ده؟ جين اسمه SLC3A1 جين. الجين ده حصل فيه ميوتيشن، فبالتالي ما خلاش البروكسيمال كونفولوتد تيوبولز دي عارفة تعمل ريأبزوربشن للكولا اللي احنا قلنا عليها. حلو. يبقى انا لما يحصل لي عندي سيستين يوريا او سيستين يوريا، الحيوان المفروض يتكون حصوة؟ لا، هي مش بس كده، لازم حاجة تانية تحصل عشان السيستين يوريا ده او السيستين يوريا ده يتخلق معاه الستون. ايه هي الحاجة التانية الزيادة دي؟ محتاج اسيدك بي اتش.
طيب ال pH هيبقى acidic ليه؟ عشان طيب 2RTA اللي احنا قلنا عليها قبل كده مرتين. فاللي عايز يفتكرها بقى يبقى يرجع للفيديو بتاع الكالسيوم اوكساليت الاولاني خالص، عشان دي قصة وهتاخد مننا وقت فمش هنشرحها تاني. العمر اللي بيجي فيه الحصوة دي بيقولك من عمر 3 شهور لحد 14 سنة في الكلاب، والمين ايج هو 5 سنين. في القطط ممكن يجي من 4 شهور ل 12 سنة ونص، والمين ايج بتاعه 3 سنين ونص. طيب اعملوا دياجنوزس ازاي؟ بالسي تي زي ما احنا عارفين، بالالترا ساوند وعرفنا نفرق بين بين الستون زي الصورة دي وبين التيومر اللي في الصورة دي، وقلناها في الفيديوهات اللي فاتوا. طيب الاكس راي هنا مش مفيد زي حصوة اليوريك اسيد. السيستاين ستون دي ريديولوسنت، مش بتبان قوي في الاكس راي. ممكن لو عملنا دبل كونتراست تفيد شوية عن الاكس راي عليها. في حاجات تانية زي اليورين ستريب، لما نعمل يورين ستريب اكتر حاجة هتفيدني فيها هو البي اتش هيكون اقل من 7، فساعتها هشك في 3 حصوات، الكالسيوم اوكساليت او السيستاين او اليوريك اسيد. ده شكلها تحت الميكروسكوب، هيكساجونال شيب، واضحة جدا، 3 رسومات اهو هيكساجونال خالص. في تيست جديد بيتعمل برضو، دي ما قلناهاش في الفيديوهات اللي فاتوا، ده دي ان اي تيست عشان يعرف الحيوان بتاعك عنده سيستاين يوريا او ميوتيشن في الجين اللي احنا قلناه ده ولا لا. يعني الموقع ده بيقول لك ايه، خش عندي اكتب بياناتك واحنا نيجي نعمل تحليل للكلب بتاعك نعرف عنده مشكله دي ولا لا. فالرسمه دي برضو من نفس الموقع بيقول لك ان لو الاب والام مثلا كلير فالحيوان هيجي 100% كلير. طب لو حد فيهم كلير والتاني كارير يبقى 50% هيجي كلير 50% هيجي كارير. طب لو في واحد فيهم كلير والتاني افكتد يبقى 100% هيبقى كارير، وهكذا. لو كارير اتجوز كارير مثلا 25% هيبقى كارير، 25% هيبقى كلير، 50% هيبقى كارير، 25% افكتيف، وهكذا. امشي بقى مع الجدول ده او اعمل التيست بتاع الدي ان ايه ده وهم هيقولوا لك. طيب خامس حاجه نعمل حاجه زي السيستوسكوب، هندخل اندوسكوب كده اهو لحد المثانة او اليوريتر بقى او اليوريسرا ونشوف شكل الحصوة. دي حصوة اهي، هو دخل لحد تقريبا البلادر وهيبدأ بقى يفتتها عشان يسهل خروجها في اليوريسرا. مش هنطول في الفيديو يعني، بس هو بيفتح الحصوة ده عشان يسهل خروجها. نيجي بقى للتريتمنت، اخر حاجة هنعالج الديهايدريشن زي ما احنا عارفين، سواء هندي الحيوان ده مية او هنعلقله فلويد سيرابي. هنعالج الاسيتك بي اتش عن طريق الالكالينايزنج ايجنت زي البوتاسيوم سيتريت، ممكن المغنيسيوم سيتريت برضو عادي. هندي حاجة اسمها تايبرونين او الاسم التاني بتاعها 2MBG، ده هيمسك في السيستاين وهيخليه سيستاين 2MBG، ده هيبقى مور سوليبل وهيدوب احسن من السيستاين. ممكن اسويه في الكلاب بدوز 25 ملي جرام لكل كيلو جرام مرتين في اليوم، وفي القطط نفس الكلام. بيقولك ان في الريسيرشز اللي اتعملت هي تقريبا الحصوه دي بتتفتت في 78 يوم، رينج من 11 ل 211 يوم. ممكن نستخدمه كبريفنت ما يحصلش المشكله دي تاني بدوز 5 ل 10 ملي جرام لكل كيلو جرام مرتين في اليوم. طبعا ممكن احتاج اركب قسطره وممكن اعمل عمليه تحويل مسار حسب الحاله اللي معايا. بس انا كده خلصت الخمس حصوات اللي انا عايز اتكلم عليهم في اليورين ريتراكت كله. يا رب يكون كان بفايده، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه نتنقل لحاجه تانية في اليورينري سيستم. شكرا.